نتابع هلأ مع دومينيك وتي في شوبينج. صباح الخير. صباح الخير غيدا، كيفك؟ وانت سالمة؟ وانت سالمة مرسي. اليوم عنا ثلاثة ايتمز بدنا نحكي، بالأحرى أربعة ايتمز بدنا نحكي عنهم. الستار شيف يلي طالع مع الأوفر تبع سلايسوماتيك والبيدي جيني والميركل فوت ريبير. اوكي، هلا الستار شيف حكينا عنها قبل بمرات ودائما بنرجع بنحطها لانه هي مكنه غير عن الطناجر العاديه، لانه بتسهلنا عيشتنا كثير. هي السلوغان تبعها فلت كليكت كوكت، يعني ما قلنا غير نعبيها نسكرها وبتنطبخ لوحدها. يعني هيدي شغلتها انه عن جد سهلنا عيشتنا بالمطبخ، خاصه انه بهالايام في كثير نسوان بيشتغلوا برات البيت وكمان بدهم يجوا ويكونوا الاكلات حاضرين. هيدي المكنه عندها it has a digital brain، يعني كل شيء على الكمبيوتر حاضر انه نسجله ونعمل له تايمر انه بهالوقت المعين مثلا بدنا نجي نلاقي الطبخه حاضرة جاهزة، ما قلنا غير نلاقيها حاضرة. هلا بفسر اكزاكتلي كيف تشتغل. بالاول تفرجي شو القطع اللي بيجوا فيها. في عنا هيدي الباسكت يلي هي كرمال توستيم لنطبخ على البخار فيها. بيرجع في هيدا الطنجرة يلي مقدارها 2.8 لترز، يعني بتطبخ من 4 لـ6 أشخاص، يعني هي طنجرة حجم عائلة. لأنها غميقة. اكزاكتلي لأنها غميقة وسيراميك كوتد، يعني ما في شيء أبدا بنخاف إنه يتلزق فيها حتى لو مطبوخة على الكهرباء. يستحسن انه ينطبخ بملاعق خشب مش حديد كرمال ما نجروحها حرام للضلة حلوه وجديده. بيجي فيها هيدي الملعقه هون يلي بنشوفها هون، في عليها شويه هيك مثل حبوب صغيره تعرجات، هي معموله خصوصي كرمال الرز حتى وقت اللي عم نصب رز فيها يلزقوا عليها ما يوقعوا دغري لانه منا غميقه. بيرجع في هيدي الملعقة الغميقة كرمال الصوصات أو إذا بدنا نعمل بارجز أو سوبس نقدر نصب فيها. أوكي، هلا بدي أفسر شوي على المنيو تبعها. مثل ما شايفين هون في عنا أول شيء المنيو والأن، الزر الأن. بنكبس المنيو بنلاقي كل هيدول الوصفات عليها، يعني في عنا وايت رايس، براون رايس، رايس العادي الإكسبرس اللي بدنا نعمله بسرعة، كيكو أوفن، يعني فينا نستعملها مثل كأنه عم نخبز فيها مثل الفرن. ايه؟ مش بس طنجرة على الغاز، نستعملها كمان ببروجرام فرن، يعني إذا فينا نعمل كيكس جاتويات فينا نعمل خبز هول اللي نطبخهم وبيك دم لوفس الكبار أوليف بريد يلي بيقطع براسنا بيطلعوا كتير كتير حلوين فيها. بيرجع في عنا صرب سوب وستيو، يعني اليخنات إذا بدنا نطبخ يخنات هيك تتشرب مظبوط this would be the perfect option لها. وبيرجع في عنا باستا ميت فيش فيجيتابلز وبروجرامين ستيم اذا بدنا نطبخ على البخار بنحط الستيم لوحدها بتطبخها او فراي. وفي عنا اخر شيء ري هيت، يعني حسبي خلصت الطبخه بدنا نرجع نسخنها ما بنعمل غير نكبس الري هيت. فينا نوصلها على التليفون تلفن لها من الشغل لوحدها بتفهم احكي لها كلمتين قبل ما تروحي وشوفي كيف تجي فهمتها، نبعث لها مساج من احنا جاهزين يلا حضري. بقى هلا في عنا الفليشات اب وداون، وقت بنكبسهم مثلا انا عم بكبس براون رايس عم بنزل على الكيك بدي اعمل كيك بيطلع لي هون اوتوماتيكلي الوقت التايمر يلي بيعوزه الكيك ليخلص، هون محطوط 25 مينتس. اوكي سو نحن بنحط الكيك وهو لوحده بيعير لنا قد ايه بدنا وقت تيخلص. واذا بدنا ننزل مثلا نكمل بدنا نطبخ سمك فيش بيحط لنا هو لوحده، إذا بدنا فيش فينا نشتغله على البخار، حط لنا الستيم وربع ساعة بتكون استويت السمكة كلها. هلا شو مثل ما كنت عم بقول الأوبسيون الحلوة فيها إنه فينا التايمر نعير لوحدها تنطبخ، يعني والبراكتيكال فيها إنه مش إنه طبخنا شوي رجعنا حطيناها لتكملنا إياها بعدين، لا بنحط الأنجريديان مضبوط مثل ما هن نيين فيها قبل ما نمشي
ومنعير في التايمر هون، في زر تايمر منعير بدنا يهون حاضرين على الساعة 3 من حتى 3. هي لوحدها إذا بدها 25 minutes 3 إلا 25 minutes بتبلش تطبخون حتى تكون حاضرة وجاهزة على الساعة 3. أوكي، واليوم مع أوفر، واليوم مع الأوفر تبع السلايسوماتيك يلي هي مكنة كمان كتير براتيك للمطبخ. فينا نقص فيها، يعني فيها شفرتين، شفرة تعملهم سلايسز جوليان مثل يلي بنعملهم هول الخضرة البصل أو مضبوط مقصوصين صغار، وسلايسز أكبر. ما قلنا غير نحط الأيتم يلي بدنا إياه بقلبها ونكبسها بهالطريقة، وهي بتكون عم بتقصهم سلايسز مثل ما عم نشوف هون بهالسرعة. سو مثل ما قلت فيها شفرتين، ما قلنا غير نفتحها ونغير الشفرة. للي بحب يطلب السلايسوماتيك لوحدها حق 33 دولار، ويلي بيشتري اليوم الستار شيف، هي اصلا ستار شيف حقها 120 دولار، اليوم طالع مع الاوفر سلايسوماتيك فور فري. اوكي؟ لحقوا حالهم بس اليوم، بس اليوم لحقوا حالهم وبس عبر عالم الصباح. ناطرتك هي ناطرتك جملتي المفضلة. الايتم الثالث اللي بدنا نحكي عنه هو البادي جاني، يلي هي مكنة للباديكيور وللمانيكيور كمان بذات الوقت. هي عبارة عن هيدول الايتمز اللي عم نشوفهم هون على الطاولة، هن بيجي فيها هيدي الهاندل يلي بتشتغل على البطارية، بلس العشرة روس يلي بيتركبوا كلهم عليها، بالإضافة إلى هيدي المكنة الصغيرة يلي بنستعملها كرمال نحف اسفل الاجرين. هلا هيدي المكنه مثل ما قلنا باتري اوبريتد، بيتركب عليها حيال راس بدنا اياه، هي معموله كرمال تقملنا اللحميه على اللحم الجلد، وكمان كرمال تبرد لنا ضفيرنا بشكل حلو نحن بدنا اياه. ما قلنا غير نمشيها على الضفر وهي بتعطينا الشكل الحلو. هلا ليش انا كثير بحبها؟ هي اول شيء لانها براتيك صغيره، بتنحط ببوشات سفرتي، بتنحمل بالسفر، اخذتيها معك ما لحقتي تعمليهم بتلبيكي. غير عن هيك في كثير عالم اتليست اتس هايجينيك، يعني انت غراضك الك مطهرتيهم انت، وعلى القليل مطمنه بالك انه مش مين ما كان عم بيستعملهم، هالبان استعملتي قبل وخدها وقت جراحتك بتضلك مسرسبه، هيدي نظيفه وانت عارفه شو عم تعملي فيها. هلا هيدي كمان كرمال نحف كعب الاجرين، هي ما بتقيم ابدا ابدا اذا ما عندنا لحم، ما بتخلق لنا لحم، يعني اذا مشيناها على جلده ناعمه بتضلها ناعمه. والبروف بدي فرجيه في هيدا البالون يلي جايبته يلي هو كثير ناعم، رح نمشيها عليها بهالطريقه، انا عم مشيها عليها ما فقع ولا نقرته ولا شيء، بس اذا حسبي عندي شيء فيه تكستشر شوي اخشن بتحس، يعني بنحفها عليها وهي اوتوماتيكلي بتقيمون وبينضبوا بكعبه هون. ما قلنا غير نفتحها ومننظفها كل شوي، منصوبنها ومننظفها. اوكي، سو هيدي ابدا ما نخاف منها من ناحيه انه بدها تخلق لنا لحم زايد، هي بس بتقيم اللحم الموجود وصغيره وبتنضب وبتتصوبن وستينلس ستيل، يعني ما بنخاف انها تصدي او انها تنتزع. البادي جاني مثل ما هي بتجي بالعلبه هيك حقها 40 دولار، وكلهم واصلين لعند المشاهدين بدون اي كلفه اضافيه، يعني السعر اللي بنشوفه هون هو سعره واصل لعندهم على البيت. اخر ايتم بدنا نحكي عنه، خلصنا الباديكيور وبدنا نحافظ على السوفتنس تبع اجرينا، في الميركل فوت ريبير كريم يلي هو كريم عن جد عن جد كثير بيفيد وبيغذي الاجرين، بيطريهم كثير لانه معمول من الوي فيرا، اكثر من 60% فيه الوي فيرا، ونحن بنعرف انه هيدي العشبه مش بس بتنعم وبتطري الجلد، كمان اذا في اوقات تشقيق بالاجرين او بحيلا محل معروف انه هيدي النبته بتختم، صحيح بتسكر هالتشققات كلها. اكزاكتلي. هلا هيدي مش بس كرمال تطري الاجرين، اذا في اوقات اجرين عرضه لبيعطوا روايح اكثر من غيرها، اذا في اوقات فيهم اريتيشن بيحمروا زياده على اللبس المسكر، اوقات بيعملوا مثل اريتيشن خفيفه، كل هيدول السكن اريتيشنز والروايح
اتشي فيت في نوع اجرين بحكو هيدا الدواء لهم، يعني معمول هو كريم فينا نستعمله بذات الوقت مثل دواء كرمال يقيم كل هدول الاشياء اللي بنتضايق منهم باجرينا. بعدين فيها شغله كثير بحبها لانه معموله من 60% الويفيرا وما في شيء ابدا كيميكال فايت فيه، ات سوتبل فور يوز باي دايابيتكس، يعني يلي معهم سكري ما في خوف ابدا، خاصه لانه اوقات بيكون عندهم تشققات بخافوا يستعملوا برودكتس فيهم كيميكلز بيضرون اكثر من ما بينفعون. هيدا اتس بالدعايه يعني مشددين كثير على هالنقطه انه اتس سوتبل فور دايابيتكس ما في مشكله ابدا فيهم. بينحط مرتين على اجرين نضاف على بكره وعشيه، بس هي اتس تريتمنت يعني مش نحط مره نرجع ننسى مره ثانيه، نحافظ على التريتمنت مرتين على بكره وعشيه وبنشوف انه بعد فتره اكيد رح نلاقي نتيجه ناعمه وكثير حلوه. الميركل فوت ريبير كريم حقه $24 وكل هدول الاشياء اللي بنشوفهم موجودين بس عبر عالم صباح على الارقام اللي مبينه بكعب الشاشه. شكرا دومينيك، بنشوفك ان شاء الله نهار السبت، رح نتابع بعد دقائق واكيد برجع اذكركم انه البرسوناليتي اوف ذا يير هي المحطه اللي بلشناها مع بدايه هالشهر، مع بدايه هالسنه كمان بدايه هالشهر، انه فيكم انتم تصوتوا من خلال الفيسبوك وتفوتوا تشوفوا كل برسوناليتي اوف ذا يير اخترناها من خلال بعض المحطات وبعض الفقرات بعالم صباح. بعد لحظات مايا رح تكون معنا بوقتها، خليكم معنا.